قانون أوم. استنتج العالم أوم العلاقة بين الفرق في طاقة الوضع، الجهد والذي يعبر نهاية موصل والتيار المار خلال الموصل، وهذا يعرف باسم قانون أوم. سلك من النيكل كروم عبارة عن سبيكة من معدن النيكل والكروم، يمكن استخدامه لدراسة هذا القانون. AB سلك موصل، وفرق الجهد يمكن أن يتغير بواسطة استخدام عدة خلايا جافة، وهي 1 و2 و3 إلى آخره، وكل منها 1.5 فولت. بتشكيل الدائرة، أحد طرفي السلك A في بادئ الأمر يوصل بخلية واحدة فقط، والطرف الآخر للسلك الموصل B يوصل بالخلية مع أميتر على التوالي، وذلك لقياس التيار I في الدائرة، ويوصل الفولتميتر مع AB على التوازي لقياس فرق الجهد V الذي يعبر AB. لاحظ قراءة الفولتميتر V والأميتر I، والآن قم بتوصيل أول خليتين بطاريتين، وهذا هو التوصيل رقم 2، وبعمل ذلك فإنك تغير من فرق الجهد V الذي يعبر AB، ولذلك يوجد تغير في قيمة التيار في الأميتر، فأنت تلاحظ أن قيمة V تزداد وكذلك قيمة I تزداد. وبالمثل بتوصيل 3 خلايا نلاحظ قيم V و I، وبنفس الطريقة بتوصيل 4 خلايا ونلاحظ قيم V و I. خطط هذه القيم على رسم بياني لV مقابل I، وصل كل النقاط نحصل على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل، وميل هذا الخط البياني يكون ثابتا، لذلك من الرسم البياني يمكننا أن نكتب I على V تساوي constant، أو I تساوي constant في V، حيث أن I تتناسب مع V، ولذلك فإن التيار المار خلال الموصل يتناسب مع فرق الجهد الذي يعبر الموصل، وهذا يعرف بقانون أوم. وبإعادة ترتيب العلاقة I تساوي constant V في V، نحصل على V على I تساوي constant، وهذا الثابت يسمى مقاومة الموصل، ومدلولها يعتبر رمز R، ولذلك فإن R تساوي V على I. مقاومة الموصل ربما تعرف بأنها نسبة فرق الجهد V الذي يعبر طرفيه والتيار المار خلالهما خلال المقاومة، ولذلك فإن المقاومة تساوي فرق الجهد الذي يعبر طرفيه على التيار المار خلالهما. هذه العلاقة تعين أيضا قانون أوم، فعندما V تساوي 1 فولت وI تساوي 1 أمبير، فإن R تساوي وحدة المقاومة، وهذه الوحدة تعرف بالأوم، 1 أوم يساوي 1 فولت على 1 أمبير، ولذلك فإن 1 أوم هو مقاومة موصل عندما يمر خلاله تيار مقداره 1 أمبير، فإن فرق الجهد الذي يعبر طرفيه هو 1 فولت، وقيم المقاومة لمواد مختلفة يكون مختلفة، مقاومة الخشب والبلاستيك والمطاط إلى آخره تكون كبيرة، ولذلك تسمى موصلات رديئة أو عوازل، والفضة والنحاس والألومنيوم إلى آخره تكون معادنا ولها أقل مقاومة، فالمعادن الأقل في قيمة المقاومة تكون أكثر مروراً للتيار خلالها.